عودة لكم أعزائنا المشاهدين عبر مريم تي في وبفقرة الحقوق والحريات لليوم الثلاثاء، وضمن الأجواء اللي عم نعيشها ويمكن أزمة الكورونا اللي طرحت عدة مواضيع على بساط البحث، اليوم هو موضوع السجون والسجناء وكيف يمكن بهالمبادرات الصغيرة ولكن أيضا هي مبادرات بتصب بروحية حقوق الإنسان وحقوق أيضا السجين. اليوم إخلاءات السبيل اللي عم تقدم واللي صار عدد كبير من المساجين خارج القضبان، أيضا اليوم مبادرات اللي عم بتقوم فيها نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وأيضا موضوع قانون تنفيذ العقوبات وكيف يمكن تفعيل هذا القانون إضافة إلى التجربة بزيارة السجون. بيشرفني وبيسعدني اني اكون عم بستضيف ضمن هذه الفقرة لليوم المحامي شكري حداد لنكون سوا على نطاق هذا البحث وايضا في هذه الفقرة من الحقوق والحريات. صباح الخير استاذ شكري. كيفك استاذ رايد؟ اهلا وسهلا فيك. صباحك خير. استاذ شكري، اذا بدنا نبلش اليوم بهيك بهالموضوع، يمكن هالكورونا اللي تركت تداعيات ولكن بالمقابل كمان كان في خوف من تفشي داخل السجون. اليوم يمكن المبادرة قامت فيها نقابة المحامين ولكن النص موجود، كان بينقصه يمكن آلية فقط للتنفيذ والتفعيل. خلينا نقول فينا نبلش اليوم من يمكن هالطلبات وهالمبادرة، وخصوصا هالاستجواب اللي كان عم بيصير عن بعد وطلبات إخلاء السبيل اللي كانت عم تقدم إلكترونيا، قديه تركت هالمبادرة يمكن أصداء كمان إيجابية. طبعا اللي عم تحكيه هو انه في ظرف حتى ما علينا نلجأ لهالوسيلة بوقت نحن كان مفروض علينا بوقت سابق، وعم بحكي عن سنين لورا نبلش بهالمبادرات تسهيلا لعمل القضاء ولعمل المحامين ووصولا لمعالجة مسألة السجون عبر انه نظهر العالم عبر اخلاءات سبيل او الاسراع بالاحكام او بتفعيل اللجنه اللي كنت عم تحكي عنها، لجنه تخفيض العقوبات. هيدي الخطوه اللي عم تقوم فيها نقابه المحامين هي خطوه مميزه، لبل عم بتحاول قدر المستطاع تلبي حاجات الموقوفين واهاليهم وتلبي حاجات المحامين وتسهل عملهم، اللي هو الغايه الاولى من هيدي مبادرة هالمبادره اللي قام فيها طبعا النقيب منحم خلف، ويلي عم تلاقي صدى إيجابي وتعاون مباشر من القضاة ومن المحامين من أجل نجاحها واستمراريتها، لأنه طبعا هذا ما مفروض يكون شيء ظرفي، هذا مفروض يكون شيء دائم، لبل يجب أن يتنظم بعد على شكل أنه نضلنا مستفيدين من هالخدمات الجديدة اللي تم إنشائها عبر نقابة المحامين. نعم، إذا بدنا نحكي شوي عن الآلية، كيف اختلفت؟ يعني قبل، خلينا هيك نوضح يمكن شوي للمشاهدين، قبل كيف كانت تكون؟ واليوم بهالظروف الاستثنائية، كيف صارت كمان هالآلية؟ كيف هيك يمكن هالإجراءات عم بتتم إلكترونياً، تخفيف يمكن من القيود اللي كانت مفروضة أكثر؟ خلينا نحكي بالسابق كيف كانت الامور تصير، كان نبقى ننطر نبعث برقيه للسجن او للفصيله كرمال تنقل هالسجين للمحكمه كرمال يتم استجوابه ويرجع يتم متابعه الاجراءات المتعلقه بالاخلاء السبيل. نعم. وطبعا مثل ما بنعرف كلنا انه قصور العدل بلبنان للاسف منا مجهزه بالشكل الكافي لتكون عندها الإمكانية أن تستقبل ضغط مواطنين وضغط موقوفين، يعني إذا الواحد بيطلع على بعبدة بيلاقي في كوريدور كان يبقى يكون في عدد كبير من الموقوفين مخلوط مع المحامين مع القضاة مع الأهل، مما كان يؤدي إلى تأخير بإجراءات التحقيق، وطبعا يصير في خطر على المواطنين اللي كانوا متواجدين. هذا الموضوع كان عم بياخد وقت مع القضاة من أجل البت بإخلاءات السبيل، من أجل تعيين موعد الجلسات،
يوم هيدي الغرفة العمليات اللي أنشأتها نقابة المحامين مشكورة، قامت بمبادرة جدا بموقعها، هي أنه جربت قدر الإمكان تأمن التواصل الإلكتروني ما بين القاضي وبين السجن والمحامي لمتابعة إجراءات التحقيق وفق الأصول القانونية. يعني الاستجواب كان عم بيكون إلكترونيا يعني. طبعا صار في عدة محاولات لا يصير في استجواب إلكتروني ونجحت وبعدها مستمرة مع بعض القضاة. نعم، قديه بنحكي يعني اليوم هالمبادرة عملت فرق بأعداد يمكن إخلاءات السبيل، بيمكن كمان انعكاسها يمكن على الوضع وتخوفا من هالاكتظاظ اللي كان والمشكلة اللي دائما بنعاني منها من السجون، قديه هيك كمان تركت ارتياح ويمكن وبعدها مستمرين فيها. طبعا اول شيء بدنا نفكر مش قديش زادت الاعداد او عطيت نتيجه، كيف امنت استمراريه الاعمال بهذا الموضوع. يوم كان فينا بظل هالتعبئه العامه اللي نحن فيها نقعد 3 اشهر مش قادرين نعمل ولا جلسه ولا نقوم باي عمل وخصوصا انه لقصور كانت عم تعلق يعني العدد، ولا الجلسات تزال يوم صار باستثناء في تعليق مجددا لسبعة. لسبعة ستة يعني، وعلى ما يبدو بالمنظار القريب ما في شيء بيقول انه نحن رح نفتتح الاعمال القضائيه بالشكل الطبيعي، وبالتالي استمراريه الاعمال هو شيء اساسي وخلينا انه نعطي نتيجه منيحه بهذا الموضوع. وطبعا تسهيل عمليه تقديم اخلاء السبيل للاهل والتوعيه انه مو بامكانكم تقوموا بهذا الموضوع ادى انه يصير في ضغط على غرفه العمليات باعداد اخلاء السبيل وتفعيل عملها اكثر واكثر. نعم، كيف فينا نقول هالمحامين اللي كانوا عم بيقوموا بهالمهام، هل هن كانوا فعلا عم بيتطوعوا بهالخدمة بهالمشروع اليوم بغرفة العمليات اللي أنشأتها كل نقابة؟ حصلني الشرف اني اتابع هذا الموضوع عن كثب مش ضمن غرفة العمليات، ولكن انا باكد لك انه المحامين المتطوعين اللي قاموا بهذا العمل هو عمل تطوعي بحت، ولبل عم بيسهروا الليالي ليتابعوا موضوع الملفات وتأمين وصولها للمحاكم والبت فيها وإبلاغ النتيجة للشخص المعني. يعني فريق فعلا بترفع القبة على له على الجهود الجبارة اللي قام فيها، لا سيما انه النقيب كان بإشراف مباشر دائم عليهم، ولبل العمل كان عن جد يعني بينكتب عنه وبنحط بتاريخ تاريخنا الأبيض بالنقابة. يعني خلينا نقول يمكن في ثلاث هيك عناصر بثلاث أبعاد، يمكن إدارة السجن وكل القائمين على السجون، نقابتي المحامين والسلطة القضائية. كيف كمان كان عم بيكون يعني اليوم التجاوب من خلال السلطة القضائية؟ وبنعرف إنه اليوم كمان يعني بظل هالظروف يعني والخوف من تفشي الكورونا ومن الحضور إلى المحاكم، قد إيه كمان كانوا القضاة عم بيسهلوا هالموضوع، خصوصا انه يمكن ما في بعد اطار قانوني لينظم عملية الاستجواب الالكتروني او يمكن هيك تسيير هالمعاملات، يمكن ما تعودنا عليها بس صارت يمكن واقع بدنا نتماشى معه. طبعا بالنتيجة اليوم في شيء اسمه تسيير مرفق العدالة، يعني إذا بدنا نحكي بمبدأ لو بدنا نمشي على الورقة والقلم ما كنا قدرنا عملنا شيء من اللي انعمل، صحيح. وما قدرنا تقدمنا بوقت كان العالم كله عم بيوقف، وهيدي من الإيجابيات اللي لازم نحافظ عليها ونطورها. طبعا عملية تطوير هذا العمل تستوجب اقتراح قانون واقرار مجلس مأسسته النواب ومؤسسته بشكل يعبي الثغرات اللي ممكن تكون تواجدت اثناء القيام بهذه العمليه، ولبل ممكن تتطور بعده محلات. يعني اذا حكينا تنعكس على عدة تنعكس مواضيع يمكن مثلا، أكثر. يعني هلا المجلس القضاء الاعلى كمان قام ب ب بتعميم نظم عمليه تقديم الاوامر على عرائض عبر إلكترونيا. إلكترونية، عبر إرسال بريد إلكتروني والبت فيه ومتابعته لاحقا بالمحكمة، وهذا الشيء بيعني أنه نحن يمكن كنا ناطرين هيك ظروف لنلاقي نبلش يمكن الحمد لله هالمبادرات خارج الإطار نحن ناس المطروح. نحن ناس مؤمنين، ومفروض بالأزمات نشوف كيف بدنا نطور ذاتنا
نطور نفسنا مش نوقف محلنا. صح. استاذ حداد، اليوم كمان المطروح على مش اليوم مطروح، هو صار له منذ فترة مطروح، هو قانون العفو العام، وهالقانون اللي أخذ الكثير من المد والجزر، أخذ الكثير من يمكن هيك التشابك والمعارك بي أو اختلاف وجهات النظر. اليوم كمان مطروح يوم الخميس بالجلسة القادمة لمجلس النواب، هل قانون، هل مشروع، هل اقتراح بعدة بكل هالاقتراحات المطروحة، وبعد توصل اللجنة المشتركة مثل ما عرفنا إلى صيغة واحدة اليوم برأيك يعني، وبعرف أنت من صلب أيضا المجتمع المدني اللي كان يمكن بمحل معين كمان عم يرفض هيك قانون لأنه في شيء من وراه، اليوم لوين واصلين وليش هيدا الخوف من إقرار هذا القانون؟ يوم مبدأ العفو العام موجود بالعالم وموجود كرمال الواحد يطبقه ويكون في له غاية مستقبلية. نعم. أنا بس بدي أسأل سؤال، إذا بتقدر تجاوب عليه منوقف الحديث عن هذا الموضوع. هل في غاية هلأ بتلاقي في غاية من إقرار عفو عام بالشكل اللي عم بيتم الطرح فيه؟ هل هذا السؤال موجه ايه، لي هلا انا ولكل بدي اقلب الدور المشاهدين يعني طبعا. اليوم؟ ايه يعني انا اليوم اذا كنت عامل عفو عام ومنظم طريقة العالم اللي بدها تطلع لبرا مين بده يشمل هالعفو العام؟ وتعيش مع هالمجتمع الموجود هلا، ويكون في غاية منه انه انا اليوم عم بلغي هلا يعني عم ظهر هول الاشخاص لانه ما بقى بدي اجرم الناس اللي مثلهم او ما بعرف او غير اسباب. يعني برأيك رح تؤدي إلى زيادة اليوم الجريمة؟ للأسف للأسف هو مثل باب خروج من أزمة لبعض القيادات السياسية لترضي بعض الجماعات، وعملية إقرار باللجان هكذا قانون بالسرعة اللي صارت بتعني أنه في نوع من تسوية تمت بين عدة أطراف. يعني أنا الكل مستفيد منه. بدي أعطيك الثالوث اللي اشتغل بهذا الموضوع واللي ادى لوصول لهالصيغه من الاقتراح وارساله للهيئه العامه. عندك ناس بدها تظهر المحكومين بجرائم المخدرات، وعندك ناس بدها تظهر اللي حاربوا الجيش واللي قاموا بتعديات على الجيش، يعني عم بحكي عن الارهابيين، وفي عندك الناس اللي عم بتدافع عن ناس ساهمت بحروب سابقة وتعاملت مع العدو الإسرائيلي. يعني أنا تصور هالثلاث كيف بدي أقولها، يعني ثلاث مجموعات إذا ظهرت لبرا شو بده يصير؟ بس عم بيقولوا انه استثنوا يعني. لهلا ما في شيء بيثبت أنه استثنوا، يعني بالعكس في احتمالات يكون صار في تسوية. أكيد المخدرات شاملة العفو العام لأنه هو الأساس بهذا الخصوص. يبقى في موضوع العملاء والإرهابيين، بدنا نشوف كيف بده يتعامل مجلس النواب بهذا الموقف. نعم. وطبعا برجع بقول طب والجرائم الغاية، المالية؟ ما الخوف الأكبر من هذا انه يكون الموضوع عم أنه وبطريقة غير مباشرة، ما انت اليوم تعمل عفو عام بتستثني منه بعض الجرائم. اذا ما استثنين الجرائم المتعلقة بالمال العام وبالفساد هذا سقطت، يعني بتكون يعني اعطوا يكون عطيتهم براءة ذمة ساق براءة. ومشكورين يا جماعة. صحيح. برأيك اليوم كيف رح يكون كمان يعني هيك بنظرتك طرح الموضوع وإعادة يمكن هيك إعادة ياخذوا القرار أنه سوف يقر هذا القانون في أقرب جلسة يعني، وهذا اللي كنا قريناه وسمعناه، كيف رح يكون تعاطي اليوم كمان المجتمع المدني اليوم وكل الثورة وكل اللي كمان اللي كانوا مناهضين لإقرار هذا القانون؟ برجع بقول يوم معركة العفو العام إقرار قانون العفو العام هي مواجهة ما بين السلطة الفاسدة اللي بعدها عم بتقوم بممارساتها عبر إقرار قوانين غوغائية وغب الطلب، وبين الشعب الآدمي يلي بده يدافع
عن حياته وعن محيطه لحد الآن شوي آمن. ما فينا نحن كثير نتنازل بهذا الموضوع، لبل لازم نوقف ضده وبشكل كثير واضح، ولو بده يتطلب الموضوع انه ننزل على الشارع لنتابع هذا الموضوع ونمنع اقرار هيك قانون. اليوم في خطر كثير كبير على المجتمع انه اشخاص ما عندهم الاهليه انه يعيشوا بمحيط معين، عم نرجع نخليهم يتواجدوا من دون ما يكون في متابعه. يعني انا اليوم كيف بدي ظهر سجين قاعد بروميه بأوضه فيها 40 شخص، ودجا يعني اساسا الوضع منه كتير سليم فوق بسجن رومية، نجي ننزله ونقعده بحي سكني فيه ولاد وفيه كبار وفيه ختيرة وفيه ناس عتلانين هم صحتهم وعتلانين هم امنهم وغيره. ما بدي اعمم، بالنتيجة في ناس عن طبعا جد تستحق. يمكن خلينا من هالموضوع نفوت على يمكن الحل، احدى طبعا هيدا الحلول هو الاساس. اللي هو القانون رقم 463 على 2002، قانون تنفيذ العقوبات، واللي هو يؤدي الى تخفيض هذه العقوبات. هو طيب اليوم شو هو هالقانون اذا هيك بشكل موجز بدنا نحكي عنه، وشو آلية التطبيق اليوم؟ ليش ما منطبق؟ يعني لأنه القيود قاسية، لأنه الشروط المفروضة هي يمكن بتستوجب أكثر من أنه نطلع قانون عفو عام. طبعا عم نحكي عن حلول مش حل. يعني هذا القانون هو احد الحلول، في حلول تانية ممكن يتم اقرارها او المباشرة بتنفيذها مباشرة، لانه اليوم في عندك قوانين جاهزة. على سبيل المثال قانون اللي عم نحكي عنه اللي هو قانون تنفيذ العقوبات، بسنة 2002 تم اقراره، تم تعديلات بال 2011 عليه. هذا القانون بينظم عملية تقديم طلبات تخفيض العقوبات للناس المحكومين. يعني اليوم إذا في عندك حدا محكوم وقضى أكثر من تلتين عقوبته وحابب يستفيد من تخفيض عقوبات، ممكن يقدم طلب للجنة تخفيض العقوبات. هذا القانون بينظم هذا الموضوع على مرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي لجنة تخفيض العقوبات يلي بتضم لها قاضي متفرغ مع قائد سرية السجون مع آمر الفصيلة مع طبيب نفسي وطبيب ليشوف إذا عنده أعراض جسدية، بالإضافة لمساعد اجتماعي بيدرسوا ملفه لهالسجين، بيشوفوا هل نفذ عقوبته بشكل أنه تحسن، حالته النفسية بتسمح أنه يتم إخراجه للمجتمع. تطلع بخلاصة بتقرير، هالتقرير بيتم إحالته للمحكمة، محكمة استئناف تنظر بصحة الطلب وبمدى توفر الشروط تخفيض لاتخاذ العقوبة. قرار بتخفيض العقوبة وإخراجه من السجن. اليوم هيدا القانون وهيدا اللجان هودي اللجان وهالمحكمة ممكن يتفعل دورة وينزاد عددها من أجل اخراج اكبر عدد من المحكومين، لانه نحن نعم هون عم نحكي عن المحكومين صدر في مش الحكم عن الموقوفين. صح. طيب استاذ حداد اليوم يعني شو المطلوب؟ انه تتفعل عمل هاللجنه؟ هالمحكمه هالغرف موجوده نحن بالاستئناف للاسف في بس لجنتين هلا بلبنان عم بيدرسوا هالملفات. وهي كل لجنه على صعيد شو، محافظه، هو قضاء او المحاكم على صعيد المحافظه، اما اللجان بفتكر في لجنتين مركزيتين او لجنه ببيروت ولجنه بالشمال. ممكن يتم انشاء لجان اضافيه، نعم. ما في شيء بيمنع. اما بما يتعلق بعدد المحاكم، اليوم بدل ما يكون عندنا محكمه واحده عم تنظر بهذا الموضوع بكل محافظه، ممكن انتداب غير محاكم وتفعيل عمل هذه المحاكم واللجان والقانون. وشو الجرائم اللي بيشملها؟ كل الجرائم اليوم لا ممكن؟ لا، نحن اليوم بهيدا القانون في استثناءات. الاستثناءات اجت بشكل واضح انه تجار بالمخدرات و القضايا المتعلقة بأمن الدولة وسرقة المال العام، هودي ما بيشملها القانون. وبالتالي لا نحن تخفض يعني العقوبة. بالتالي نحن بنكون أخرجنا مسألة
تسويات بالعفو العام من خلال من خلال هذا القانون، التنفيذ. لأنه نحن أساسا هود الثلاثة اللي حكينا عنهم مستثنين بهذا القانون، وبالتالي يلي مرتكب جرم وعن جد قعد تلتين عقوبته ونفذها مثل ما لازم وبيستحق هالعفو العام، المحكمة رح تعطيه طبعا بعد دراسة الملف. أنا ما صح بحكي باسم المحكمة. نعم، حكينا انه في حلول بعد يعني اخرى غير يمكن هالقانون، تفعيل اكثر هالقانون تنفيذ العقوبات، شو ممكن بعد يكون يعني اليوم اذا ما بدنا نلجأ الى قانون عفو عام؟ نحن مسألة المحكومين حكينا عنها، في مسألة القانون تنفيذ العقوبات، وفي مسألة العفو الخاص اللي هو شيء منصوص عليه بأصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي ما في شيء بيمنع يتقدم ملفات مدروسة بأعداد كبيرة ويتم تفعيل عمل وزارة العدل ودراسته. وبفتكر أنه في شيء بهالسياق كان عم بيتحضر، ما بعرف إذا بعد مستمر بظل تسريع عملية العفو العام. ايه بس انه اليوم في عفو خاص ممكن بيصدر ملف عن رئيس الجمهورية طبيعة الحال، بس بيدرس من بعد ملفات. ملاحظات مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل وصولا لرئيس الجمهورية يعني. نعم، ف بمسألة المحكومين عندنا هالشق اللي يعني هو قانون تنفيذ العقوبات اللي حكينا عنه، واللي ممكن تفعيل دوره بشكل انه نقدر نخلي اكثر من 1000 سجين محكوم يستفيد منه شهريا، وفي مسألة العفو الخاص للحالات الخاصة اللي بتطلب أنه يتم إخراجه مباشرة. أما الجزء الثاني من الاكتظاظ من السجون هو من الموقوفين نتيجة محاكمات لا تزال سارية، يعني بعد ما وصلت والبطء للحكم والبطء بالمحاكمات. بالحكم. يوم يمكن في هيدي كمان بدنا نرجع سياسة ورؤية لواقع السجون ومنهجية عمل أكثر، أنا ويمكن من أمتى صرنا عم نحكي بهالسجون، ويمكن بتتطلب كمان فقرة لحالة يمكن لنرجع ندرس واقع هالسجون. طبيعي، بس إذا بتسمح بس بدقيقة أقول لك إنه نحن ما بدنا كتير دارس، في عنا مواد واضحة بأصول المحاكمات الجزائية بتسمح بإخلاء السبيل بحق بعض الأحيان وبعد انقضاء مدة حكما، وممكن استبدال عقوبة التوقيف أو التدبير التوقيف بتدابير أخرى لها علاقة ب منع السفر او بغيره من او عدم الدخول الى منطقه معينه او القيام بامور العلاقه بالخدمه المدنيه. هودي القصص لازم يعني يتفعلوا مثل ما صار هلا بيخففوا، انه لانه انا طلعوا من السجون بس بدهم يخضعوا للمحاكمة. صح بيطلعوا من المحاكم وعلى القليله بيكون عم بيخدموا المجتمع. بالنتيجه مساله الموقوفين هي مساله بتتطلب السرعه، والقانون فتح لك مجال لهالموضوع. استاذ شكري حديد، انا بشكرك اليوم على هالاضاءة القانونية، على كمان يمكن هيك هالواقع اللي كمان يعني، وكل هالمهام اللي عم بيقوموا فيها نقابتي المحامين، وايضا كمان نشكر يعني جهودهم يعني بهذا الموضوع. اكيد، وهيك يمكن هالازمه اللي خلتها فرصه اكثر الى تسريع المحاكمات، والى كمان يعني بهيدا الهدف الى حقوق ايضا السجناء. اهلا وسهلا فيك. اعزائنا المشاهدين، بريك واكيد من بعده مكافحين سوا.